ميسي ميسي سعدت جولاسو جولاسو نيمار شعل النار نيمار تحية رياضية مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضة اليوم، لكن قبل أن نبدأ حلقتنا نستعرض معكم محاورها. ليفربول يواجه إيفرتون في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم. مواجهات مثيرة غدا في نصف نهائي كأس الخليج 24. تشرين يتجاوز عقبة الشرطة وينفرد بصدارة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، يستقبل ليفربول بعد قليل على ملعبه الأنفيلد جاره إيفرتون في أبرز مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم. لنتابع التقرير التالي ونعود للحوار. بعد نجاحه في حصد العلامة الكاملة على أرضه هذا الموسم، يستضيف نادي ليفربول على ملعبه الأنفيلد رود جاره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد ضمن منافسات الجولة 15 للدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم. ويدخل الريدز اللقاء على أمل الاستمرار بنتائجه المميزة، حيث لم يخسر الفريق أو يتعادل على أرضه في أي لقاء، كما نجح في حصد العلامة الكاملة خارج الديار أيضا باستثناء تعادله الوحيد أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في الجولة 9، ليثبت أبناء المدرب الألماني المحنك يورغن كلوب إنهم لن يتنازلوا عن اللقب هذا الموسم، وأن أحلام جماهيرهم برؤية لاعبيهم يرفعون كأس البريمير ليج لأول مرة منذ 29 عاما بات قريبا جدا، خاصة مع ابتعاد الفريق عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي بفارق 8 نقاط. وفي حال الفوز بمباراة اليوم سيوسع الفريق الفارق لأحد عشر نقطة، وهو قادر على ذلك في ظل المجموعة المميزة من اللاعبين الذين يضمهم الفريق في صفوفه. يتقدمهم ثلاثي الهجوم الناري المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينيو. على الضفة المقابلة يدخل إيفرتون اللقاء بعد فشله في تحقيق الفوز بآخر مبارتين بسقوطه أمام كل من نورويتش سيتي وليستر سيتي على التوالي، ليتراجع الفريق للمركز 17 برصيد 14 نقطة بفارق 6 نقاط عن واتفورد الأخير، ويأمل زملاء الهداف البرازيلي ريتشارلسون بتحقيق نتيجة إيجابية في الأنفيلد رغم صعوبة المهمة، ولن تكون نقطة التعادل سيئة إن نجح الفريق بالعودة بها من أرض مضيفه. الجدير بالذكر أن آخر لقاء جمع بين الفريقين كان في إياب دوري الموسم الماضي بالمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف. نعم مشاهدينا الكرام، مواجهات مثيرة وندية تجري الآن في البريمير ليج، وبعد قليل كما ذكرنا سيجري لقاء المنتظر بين ليفربول وفريق إيفرتون لإلقاء المزيد من الضوء على محوري الدوري الإنجليزي وكأس الخليج. الليلة ينضم إلينا من محافظة الديوانية جنوب العراق المعلق الرياضي الواعد حسن سالم، فأهلا ومرحبا بك حسن على شاشة قناة اليوم. اهلا وسهلا بك استاذ، تحياتي لك والى كل المتابعين في قناة اليوم والى كادر برنامج رياضة اليوم. طبعا اليوم المواجهة من الدوري الانجليزي الممتاز الجولة 15، ليفربول يستضيف نظيره إيفرتون. طبعا يأمل ليفربول في تحقيق الفوز من اجل استكمال سلسلة الانتصارات والابتعاد بشكل اكبر عن مانشستر سيتي الذي فاز امس على بيرني بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة ذاتها. كان ليفربول قد فاز في الجولة الماضية أكيد على برايتون بهدفين مقابل هدف، بينما خسر إيفرتون أمام ليستر سيتي بالنتيجة ذاتها. أكيد هي مباراة راح تكون صعبة على فريق إيفرتون بالخبرة التي يمتلكها لاعبي ليفربول. أكيد يتجدد اللقاء مع متصدر الدوري الإنجليزي المرة الثانية هذا الأسبوع في ديربي ليفربول ضد إيفرتون ضمن مباريات جولة 15 من الدوري من البريمير ليج.
ليفربول يصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، متفوق بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتي، والليستر سيتي أقرب منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما يحتل إيفرتون المركز 17 برصيد 14 نقطة. نعم حسن، هل تتوقع أن يكون إيفرتون بما يعانيه في هذه الفترة وهو يقبع في المركز 17 على جدول الترتيب، هل يستطيع أن يجاري جاره اللدود ليفربول؟ طبعا المواجهة تأتي في سياق دربيات شمال لندن. نعم أكيد، إيفرتون فريق يملك لاعبين من طراز عالي جدا، ويملك أكيد مدرب لديه الخبرة الكافية، لكن ليفربول كذلك من أجل أن يستغل عاملي الأرض والجمهور، وهذا الشيء أساسي وأحد نجاح الانتصارات عاملي الأرض والجمهور. المباراة راح تكون صعبة على فريق إيفرتون بشكل كبير جدا. نعم أيضا حسن، هناك الآن مباراة من العيار الثقيل تجمع بين مان يونايتد وأيضا توتنهام هوتسبيرز في أولد ترافورد، مواجهة من العيار، يعني مواجهة خاصة بين المدرب أولي سولشاير ومورينو المدرب السابق للمان يونايتد. مورينو سيدخل الأولد ترافورد وهو يحمل على قميصه شعار توتنهام هوتسبيرز. نعم أكيد، اليوم يحل فريق توتنهام ضيف على مانشستر يونايتد اليوم على ملعب أولد ترافورد في قمة مباريات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستشهد مباراة اليوم بين اليونايتد وتوتنهام عودة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب أولد ترافورد، لكن هذه المرة مدربا لنادي توتنهام بعدما سبق وأن تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018. اليوم تتجه كل الأنظار عشاق السحر المستديرة في 9:30 التي تجري المباراة الآن إلى ملعب أولد ترافورد لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع مانشستر يونايتد ضد توتنهام. أكيد الآن مانشستر يونايتد مفاجأة كبيرة، الآن متقدم بهدف على نظيره توتنهام الذي سجله راشفورد. المباراة شهدت عودة المدير الفني البرتغالي جوزي مورينيو، مانشستر يونايتد يحتل المركز 9 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز 5 برصيد 20 نقطة. نعم حسن، باعتبارك تتابع الآن حاليا على الهواء مباشرة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، كيف تبدو أجواء بداية اللقاء وأنت ذكرت أن المانيو يتقدم حاليا بهدف راشفورد على توتنهام؟ هل ستكون مباراة ثأرية بالنسبة لجوزيه مورينيو؟ أكيد بالطبع، بأنه بأن نادي توتنهام بأول مباراة لعبها بقيادة الكبير جوزي مورينيو السبشل ون قدم أداء مميز وأصبح بتطور ملحوظ جدا، لكن اليوم هي المفاجأة من سولشاير مدرب يونايتد الذي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط بعدما تعادل في المباراتين الماضيتين مع شيفيلد يونايتد وأستون فيلا، ويدرك أولي سولشاير مدير الفني نادي مانشستر يونايتد أن استمرار النتائج السلبية في مباراة توتنهام اليوم بجانب لقاء الديربي أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية قد يؤدي لإقالته من منصبه. مباراة بدأت بشكل مميز جدا، بشكل مثير، مباراة إثارة فيها قوية جدا، وإنها طعم خاص بالدوري الإنجليزي ممتاز بعودة المدرب أكيد جوزي مورينيو. طيب حسن، توقعاتك للمباراة سريعا؟ أكيد المباراة بدأت بشكل مميز قدمها مانشستر يونايتد، إن شاء الله نتمنى أكيد إحنا مانشستر يونايتد لأنه حتى يستعيد نغمة الانتصارات التي افتقدها منذ فترة في الدوري الإنجليزي. نعم حسن، نترك إثارة الدوري الإنجليزي ومفاجآت المباريات ونذهب إلى كأس الخليج، لكن بعد الفاصل.
ينطلق غدا الخميس الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج والمقامة في قطر بإقامة لقائين يجمع الأول بين العراق والبحرين، وذلك على استاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل القطري. وسيدخل المنتخبان المباراة سعيا للفوز والعبور للنهائي، وكان الفريقان قد التقيا في التصفيات الآسيوية المزدوجة مرتين، حيث تعادلا سلبا بالعاصمة الأردنية عمان وبهدف لهدف في العاصمة البحرينية المنامة. وفي النصف النهائي الآخر يلتقي قطر مستضيفة البطولة مع المنتخب السعودي في قمة من العيار الثقيل بين المنتخبين السعيين لبلوغ النهائي، وكان آخر لقاء جمع بين المنتخبين انتهى بفوز قطر على الأخضر السعودي بهدفين مقابل لا شيء في الدور الأول من بطولة كأس آسيا مطلع العام الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. شوف السبرنت اللي عمله، شوف السرعة الكبيرة، شوف الدقة في التمرير، شوف هذا. نعم حسن، مواجهتان من العيار الثقيل. الأولى طبعا بداية نبارك من خلالك للمنتخب العراقي سود الرافدين وصوله على رأس المجموعة الأولى إلى النصف نهائي كأس الخليج، وطبعا غدا سيواجه المنتخب البحريني في المواجهة الرابعة في غضون 4 أشهر. أكيد هي مواجهات قوية جدا في نصف نهائي كأس الخليج العربي نسخة 24. نتحدث بالبداية عن المنتخب القطري المستضيف لهذه البطولة أمام السعودية، هي مواجهة نارية وكبيرة جدا على مستوى الخليج بأجمعه. أنت كما تعلم بأن القيمة الفنية العالية للمنتخب القطري المتمثلة بلاعبيه ومدربه وهجومه الضارب، وخصوصا أنه تلقى دفعة معنوية عالية بفوز أكرم عفيف جائزة أفضل لاعب في القارة التي يهيمن عليها القطريين للسنة الثانية تواليا، بالإضافة إلى أنهم أبطال القارة الآسيوية ويطمحون إلى إكمال السيادة في كل المجالات، وهذا كله يأتي نتيجة التخطيط الصحيح لهذه الأشياء، وكذلك هم يريدون إكمال السعي وراء تجهيز منتخب متكامل يصل إلى أبعد ما يكون في المونديال، وهذا ما يرده وهذا ما يريده الجميع. إكمال استغلال عن طريق الأرض والجمهور بالنسبة للمنتخب القطري. المنتخب السعودي لا يكون شأنا على المنتخب القطري فرغهم للعثر في المباراة، تدارك الموقف في باقي المباريات وفازوا في المباراتين التي تلت تلك المباراة، وهم يملكون أسلحة قوية تمكنهم من الفوز على المنتخب القطري المتسلح بعاملي الأرض والجمهور. وأيضا أتوقع أن تكون نقطة التحول هو سالم الدوسري، وخصوصا أن المنتخب السعودي يملك قوة ضاربة متمثلة بلاعبي الهلال. نعم حسن، أنت ذكرت المنتخب القطري والمنتخب السعودي، طبعا بداية طبعا مماثلة لكلا المنتخبين. المنتخب القطري استهل مشواره بالخسارة أمام نظيره العراقي بهدفين لهدف، كذلك المنتخب السعودي تعرض لخسارة في بداية مشواره في البطولة أمام المنتخب الكويتي الذي غادر البطولة من دورها الأول. طبعا كل المقدمات مواتية، طبعا كما ذكرت أيضا المنتخب القطري هو حامل لواء القارة الآسيوية، نال لقب البطولة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه. بالمقابل قبل أيام فقط توج فريق الهلال السعودي بلقب بطولة دوري أبطال آسيا، ونعلم جيدا أن العمود الفقري للمنتخب السعودي من لاعبي الهلال السعودي، يعني الكفة متوازنة. لمن تتوقع أن تقرع الأجراس وترفع الأعلام غدا في الدوحة؟ صراحة هي مباراة صعب علي على كل شخص أن يتوقع هذه المباراة، لكن أقرب للفوز في هذه المباراة وكل العوامل تخدمه في مباراة الغد هو المنتخب القطري. يملك مجموعة من اللاعبين من طراز عالي جدا، مجموعة من اللاعبين لديهم القدرة والإمكانية بأن يفوقوا قدرات المنتخب السعودي. أتوقع بفوز المنتخب القطري بهدفين مقابل 0. طبعا حسن، المواجهات
حوالي 39 مواجهة تاريخية بين المنتخبين القطري والسعودي. تاريخيا الكفة تميل للأخضر السعودي، لكن في السنوات الأخيرة دانت السيطرة للعنابي، وهو الذي كان يحقق الفوز. كما ذكرنا في التقرير أن آخر فوز حققه العنابي على الأخضر السعودي في بطولة كأس الأمم الآسيوية مطلع العام الحالي. حسن، ننتقل للمواجهة الأخرى، المنتخب العراقي منقوصا بعدد من اللاعبين في مواجهة البحرين. كيف تتوقع المشهد غدا في المباراة الأولى من نصف نهائي خليج 24؟ طبعا مباراة كذلك النصف النهائي، المنتخب العراقي الوطني أمام المنتخب البحريني، مباراة الأشقاء. طبعا هي مباراة راح تكون قوية جدا على المنتخبين، لأنه كل منتخب يعرف نقاط القوة والضعف. طبعا المنتخب العراقي يملك جاهزية تامة في هذه المباراة والمعنويات عالية جدا، ونتأمل مواصلة المشوار في البطولة والوصول إلى المباراة النهائية وعودة اللقب إلى بغداد. لكن مواجهة البحرين صعبة جدا، لأن كل منتخب كما ذكرت لك يعرف الآخر جيدا، لكوننا تقابلنا في ثلاث مباريات في أقل من أربعة أشهر، وأكيد كل منتخب شخص نقاط القوة وكذلك شخص نقاط الضعف، والمنتخبين يعملان على معالجة الحالات التكتيكية. وأكيد هي مواجهة مهمة للفريقين في بطولة مهمة هي خليج 24. المباراة راح تكون قوية وراح تكون صعبة على الفريقين، لكن أنا أتمنى بأن المنتخب العراقي ينتصر في هذه المباراة وعودة اللقب وعودة الخليجي لقب كأس الخليج مرة أخرى إلى بغداد والاحتفال به في ساحات الاعتصام رغم الظروف التي يعيشها العراق، لكن نتأمل وإن شاء الله تكون له كلمة وبصمة في هذه البطولة. إلى حد الآن المنتخب العراقي يقدم أداء ولا أروع به، وظهر لنا بالشبان في لاعبين لهم مستقبل واعد وكبير على مستوى الوطن العربي، بمتمثل بمحمد قاسم، بإبراهيم بايش، محمد رضا، لاعبين مميزين. لكن غدا كتناش راح يقرأ المباراة بشكل جيد، وكذلك مدرب المنتخب البحريني، راح تكون مواجهة صعبة على الفريقين، ولكن أنا أتمنى أن ينتصر المنتخب العراقي في هذه المباراة. نعم، طبعا نتمنى التوفيق لكل المنتخبات، ونتمنى أن يصل الأجدر والأفضل إلى المباراة النهائية لبطولة الخليج 24. كل الشكر للمعلق الرياضي الواعد حسن سالم، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من محافظة الديوانية جنوب العراق. مشاهدينا، بعد الفاصل نتحول للدوري السوري، فابقوا معنا. فرد تشرين بصدارة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بفوز على الشرطة بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة. فعلى ملعب الفيحاء بدمشق نجح تشرين في تحويل تأخره بهدف لانتصار بهدفين لهدف. سجل الشرطة أولا بواسطة محمود اليونس، ليرد البحارة بهدفين بواسطة كل من محمد المرمور وحسن أبو زينب. وبفوزه عزز تشرين صدارته للترتيب بعد أن رفع رصيده ل 19 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد الثاني الذي تغلب على النواعير بهدف في حلب. وبنفس النتيجة فاز الجيش على الوثبة في ملعب حمص. وفي طرطوس تغلب الساحل على ضيفه الجزيرة بثلاثة أهداف دون مقابل، فيما تعادل حطين مع الكرامة وجبلة مع الفتوة من دون أهداف، والوحدة مع مضيفه الطليعة بهدفين لهدفين. نعم مشاهدينا الكرام، ولنتعرف أكثر على منافسات الجولة الثامنة من الدوري السوري الممتاز، ينضم إلينا من ألمانيا الكابتن أحمد وفا شعار، اللاعب الدولي السابق في ناديي الحرية والشرطة. فأهلا بك كابتن أحمد على شاشة قناة اليوم. مساء الخير لكم ومشاهديكم الكرام، تحياتي لكم. أهلين كابتن. كابتن أحمد، تشرين ينفرد بالصدارة بعد تغلبه على فريقك السابق نادي الشرطة بهدفين لهدف في ملعب الفيحاء بدمشق.
طبعا فريق تشرين متصدر الدوري وعاد فريقك بشكل مميز وجيد، وعم بيقدم عروض متوازنه، وعم بيقدم يعني كره سهله وممتعه، وبعتقد انه هو يعني من فرق المنافسه على اللقب بادائه القوي وباداء الرجولي تبع لاعبينه، وعم بيطمن انصاره انه الفريق بخير، ولعب مباراه حلوه مع فريق الشرطه اللي احرز بالاول هدف، هو كان سباق في هذا في الاحراز، بس فريق الشرطه لم يعد بشكل كافي ومدروس ليكون ينافس على الفرق المقدمه، فريقه كان عادي، فريق الشرطه لاعبين يتمتعوا بلياقه ضعيفه نسبيا لفريق تشرين، فكان الفوز اقرب لفريق تشرين وسيطر على معظم مجريات المباراه، وطبعا هو من فرق الصداره فاكيد يعني النتيجه كانت لصالحه وحقق فوز سهل على فريق الشرطه اللي عم يعاني كثير ومحتل حاليا المركز الحادي عشر. نعم فعلا كما تفضلت كابتن أحمد، فريق الشرطة يعاني كثيرا، طبعا تراجع إلى المركز الحادي عشر بست نقاط طبعا، وكما تعلم ولعبت في هذا النادي العريق نادي الشرطة المركزي، هو نادي هيئة يعني لديه كل الإمكانيات كل عوامل التفوق، ماذا يحل بهذا النادي برأيك كابتن أحمد؟ بعتقد ان حاليا نحن في شيء اسمه احتراف، الهيئه صح اكيد في دعم كان كبير لما ما كان في احتراف، بس هلا الفرق تستخدم نجوم ولاعبين محترفين، وهالشيء بلش بنفسه فريق الجيش والشرطه بالامكانيات، يعني شفنا فريق حطين كيف استخدم خيره النجوم ولاعبين المنتخب وضمهم لفريقه وبلش ينافس على الصداره، فالوقت اللي صاروا الفرق كلها تتمتع بامكانيات ماديه جيده تقارب المستوى، وما عاد يعني يتميز فريق الشرطه او الجيش بامكانياته المعهوده عن بقيه الفرق الثانيه. نعم كابتن أحمد، أيضا الاتحاد يواصل مشوار التفوق والتألق في المسابقة المحلية ويتغلب على النواعير بهدف بقيادة، يبدو أن الاتحاد يتطور بقيادة مدربه التونسي قيس اليعقوبي. صحيح الكلام، لأني لاحظنا أنه معظم المباريات اللي عم بيلعب الاتحاد نحن بنسمي الشوط الثاني هو شوط المدربين، فريق الاتحاد عم بيكون أميز دوما في الشوط الثاني، فأكيد عم بيستفيد من خبرة مدربه قيس اليعقوبي، وفريق الاتحاد بيمتلك لاعبين وانسجام بين الخطوط الثلاثه، وبيتمتع بجمهور قوي ودوما بيرافقه الجمهور، وهذا شيء بيلعب دور كبير لما يكون جمهور عم بيساند الفريق، وبس هو بيعاني من انه مشكلته بحاجه لانه ياكل هيك، انا كما اتوقع يعني وهي شغله لفتت نظري، انه ياكل جول لحتى يتحسن مستواه ويرجع لمستواه المعهود ويلعب برجوليه اكثر، فالشوط الاول دوما عم بيكون بالنسبه لنادي الاتحاد عادي، الاداء يكون جدا عادي، والشوط الثاني عم لاحظ هالشغله كثير ملاحظه يعني قيمه، انه التوجيهات اللي عم بيعطيها والخبره اللي عم يطرحها المدرب قيس اليعقوبي عم تاثر ايجابا على مستوى الفريق بالشوط الثاني، وعم بيقدر يحقق شيء وبيقدر ينافس على الصداره، فريق يعني قوي يمتلك وامكانياته كمان جيده، وفريق اتحاد تاريخ وسمعه كبيره. نعم كابتن، كما شاهدت في الموسم الماضي أيضا تشرين كان ينافس على الصدارة وكان متصدر في أغلب المراحل، لكنه فقدها في المراحل الأخيرة لصالح الجيش، الجيش المتراجع حاليا إلى المراكز، خرج من المربع الذهبي، الجيش أيضا يمر بحالة، ولكنه حقق نتيجة إيجابية في الجولة بتغلبه على الوثبة في حمص بهدف مقابل لا شيء، لقنا الوثبة أول خسارة في مشواره بالدوري. فريق الوسبة عم يعيد نفس السيناريو تبع الدوري الماضي، بدي بداية جيدة وحصل على مراكز متقدم في سلم الترتيب، قدم مباراة أعتقد كتير كتير جيدة، كان بالمستوى كان بالدوري اللي مضى والدوري الحالي، فريق الوسبة بيمتلك كمان لاعبين ذو مهارات فنية عالية وبيمتلك خطط لعب جيدة وعنده جمهور كمان بيسانده، بس المشكلة النفس تبعه قصير جدا عكس فريق الجيش، فريق الجيش أنا أتوقع أنه يرجع ينافس بعد استقرار الإداري تبعه وإمكانياته واهتمامه، الفريق اللي بيمتلك دوما توازن إداري وإمكانيات يعني مهمة وجيدة مادية خاصة وفي دعم اللاعبين وفي المباريات والاحتكاك، فهو اللي نفسه طويل هو بيستمر، فريق الوسبة صار موسمين بيكون متصدر وقريب للفوز يعني باحد المراكز الثلاثه، يعني بيتراجع في الفترات الاخيره من الدوري، وهذا اذا بدل انه عدم تحضير اللاعبين الاحتياط، فريق بيمتلك 11 لاعب لازم يكون عنده مقابله 6-7 لاعبين في حال الاصابه في حال الحرمان في حال الغيابات يكونوا مؤثرين، هذا الشيء اللي عم يعاني منه فريق الوسبه، وبالتالي فريق الجيش بيمتلك لاعبين كثير رغم انه نزف كثير من اللاعبين اللي انتقلوا للانديه الثانيه، بس انا اتوقع ان يعود الجيش بقوه الى المنافسه على
المربع الذهبي للترتيب. نعم كابتن أحمد، كما الجيش أيضا جاره الوحدة الدمشقي متراجع هذا الموسم، هو يحتل حاليا المركز الخامس، ماذا يحل بنادي البرتقالة الدمشقية؟ هو الآن في المركز الخامس، تعادل مع الطليعة بهدفين لهدفين. دوما التخبطات الإدارية تلعب دور كبير صحيح. في سير وأداء الفرق. أعتقد أن فريق الوحدة تجاوز مرحلة التخبطات الإدارية بعد انتخاب رئيس جديد وشاب في إدارة نادي الوحدة، وهو كروبي ومعروف وكان نجم سابق في المنتخب السوري وفريق الوحدة. فأعتقد أن الفريق راح يستقر أداؤه وراح يرجع كمان ينافس، لأن فريق الوحدة بيقدمنا دوما كما معروف كرة سهلة وممتنعة، وفي تجاوز كتير بالخطوط الثلاثة وبيلعب يعني بخطة بتحس أنه يعني يمتع بكرة القدم. وبتمنى أنه الفريق يرجع بعد ما رجع الاستقرار الإداري لتقديم عروضه الرائعة ويمتع جماهيره ويعودنا على المنافسة مع الفرق الكبار. كابتن أحمد، أيضا الجزيرة الذي تأهل على حساب نادي الحرية في الموسم السابق، وقد تحدثنا في حلقة خاصة كنت ضيف للحلقة، الجزيرة يقبع في المركز الأخير بنقطة واحدة، طبعا يتعرض لخسارات متتالية وخسر في المواجهة الأخيرة مع الساحل بثلاثة أهداف دون رد، السبب برأيك فيما وصل إليه كرة الجزيرة؟ كرة الجزيرة تعاني، وأكبر دليل مثل ما قلت النقطة الوحيدة اللي حصل عليها. الفريق يعاني إمكانيات ضعيفة جدا وبيلعبوا خارج أرضهم، دوما اللعب داخل الأرض بيعطي نفسية كتير جيدة للاعبين. وأنا قلت في نقطة مهمة، تحضير الفريق قبل بداية الدوري له دور كبير، استخدام اللاعبين، يعني مهما تكون عندك من قواعد. وأكبر دليل فريق ليفربول أو فريق مانشستر بيستخدموا لاعبين، حتى فريق ريال يتواجد في أقل فريق أوروبي 7-8 لاعبين من أندية تانية أو من دول تانية. فأنت الفريق بحاجة دوما إلى يكون في عندك نجوم، خاصة الطعن في المراكز الثلاثة، ما بتقدر تعتمد على لاعبينك بالضبط، خاصة فريق جزيرة وفريق القمشي وفريق الشمال. يعني رغم أنه الظروف الحالية بعتقد يعني كتر خيرهم على اللي بيقدموه، والله يعطيهم العافيه. يعني رغم بيلعبوا امكانيات ضعيفه بيلعبوا خارج ارضهم، وبتعرف دوري المحترفين بيحتاج لامكانيات ماديه هائله، فالله يعطيهم العافيه رغم كل هالشيء، والنتائج يعني بتعكس المعاناه اللي عم يعانوها. نعم كابتن احمد وفاء الشعار، في ختام الحلقه جزيل الشكر لك على انضمامك الينا، كنت معنا مباشره من المانيا. تحياتي لكم. والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدين الأعزاء على طيب وكرم المتابعة، دمتم بخير، إلى اللقاء.